هنشرح هنا يا شباب بقى، بص ولادي ابناء الطلاب ان شاء الله هنشرح شابتر 5 بلاد ترانسفيوجن، نقل الدم او البلاد بنك، بنوك الدم او نقل الدم. انا مش هشرح الشابتر ده كله، انا هشرح حاجات بسيطه جدا علشان المنهج كبير واحنا الوقت بتاعنا صغير، وطبعا عندنا مشكله كورونا، فاحنا ايه عاوزين ان احنا يعني ايه نحاول ان احنا نلم المنهج باقل ايه باقل الامكانيات. اول حاجه بلاد ترانسفيوجن دي نقل الدم، ده عباره عن ايه لاين ثيرابي، ده نوع من العلاج بديل المريض، وبيعتبر ايه لايف سيفنج، بينقذ حياته. يبقى لما انا قلت لك يعني ايه ديفينيشن بتاع بلاد ترانسفيوجن، ده عباره عن لاين اوف ثيرابي هو which can be life saving، بيبقى بينقذ حياة ايه المريض او الانسان. طيب تاني حتة مطلوبة، تاني جزء مطلوب في البلاد ترانسفيوجن، الانديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن، امتى انا انقل المريض دم؟ مريض جه عندي المستشفى، امتى اديله دم؟ لما يكون عنده اكيوت بلاد لوس، بينزف افتر تروما، يعني نزف دم كتير قوي بعد حادثه او بعد خبطه او بعد مشكله حصلت له، اتعور، حصل جرح جامد، يبقى اكيوت بلاد لوس. عنده انيميا مزمنه، كرونيك انيميا، وطبعا انت عارفين اشهر مثال ايه؟ ثلاسيميا، انيميا البحر الابيض المتوسط. امتى ادي تاني؟ لو انا في اوضه العمليات والمريض دوت نزف مني. حاجه اسمها ميجور اوبريشن بروسيجرز، عمليه كبرى، عمليه كبرى والمريض دوت بينزل فيها دم، لازم اكون انا محضر له قربة الدم، وانا بعمل العمليه اكون حاطط له موصل له الدم عشان ما يموتش مني، فبنسميها ميجور اوبريشن بروسيجرز. مريض اتحرق، حصل له حرق جامد، اتحرق، حروق درجاته بتاعته عدت مني، ممكن وصل للدرجه الثالثه او الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه او الدرجه يعني الدرجه الثانيه بالذات، بس ايه كان الحرق نسبته عاليه جدا، يعني اخد منطقه كبيره من جسمه، فطبعا البلازما بتاعه الدم بتطلع وتعمل بول، بتعمل ايه فقاعات، فاصبح ان الدم هنا الخلايا هي اللي متركزه والبلازما بقت بره، هنقل له ايه؟ هنقل له دم. وطبعا في البلاد ترانسفيوجن انا بنقل المحتويات، بنقل ايه العناصر. طيب يبقى دي الانديكيشنز، دي عايزك تعرف في حاجه اسمها بلاد دونيشن، اللي هو ايه المتبرع بالدم، في حاجه اسمها ميجر تو بروتكت الدون، يعني ايه الدونر اللي هو المتبرع. انا لما يجي لي واحد وعايز يتبرع بالدم لازم في شروط، يبقى انا تاني حاجه في المواضيع بتاعت بلاد ترانسفيوجن البلاد، يبقى اول حاجه في نقل الدم في بنوك الدم، اول حاجه قلت لك يعني ايه نقل دم تعريفه، تاني حاجه الانديكيشن امتى انقل الدم، تالت حاجه في الموضوع البلاد دونيشن، الراجل اللي هيتبرع، الانسان سواء ست ولا راجل او شاب، ماشي يميل في مين هيتبرع بالدم، في ميجرز، في ميجر بروتوكول عشان احميه. اول حاجه السن بتاعه ما يقلش عن 18 ل 65 سنه، الوزن بتاعه ما يزيدش يعني ويت اباف، لازم يكون فوق ال 50 كيلو، ما ينفعش واحد عنده 20 كيلو 30 كيلو وانقل واخد منه دم. الهيموجلوبين بتاعه اتليست 13 جرام، ده بالنسبه لايه للميل، و12 جرام بالنسبه ايه للفيميل، ما ينفعش واحد عنده الهيموجلوبين بتاعه 8 جرام ولا 7 جرام واخد منه دم. في نفس الوقت برضه ما ينفعش واحد يتبرع النهارده بالدم يجي يتبرع له بكره، او يتبرع له بعد اسبوع، او يتبرع له بعد شهر، لا، يبقى المينيمم دونيشن التبرع مش اقل من 12 ل 16 اسبوع، يعني مجموعهم كلهم 3 مرات في السنه، 3 مرات في السنه، ما ينفعش ان انا اخليه يتبرع 5 او 6 في السنه، ده انا كده بموته. دي الميجر تو بروتكت الدونر. انا عايز الكام نقطه، 1 2 3 4، ماشي. كمية الدم، الفوليوم اوف بلاد تيكن، كمية الدم اللي هاخدها من المتبرع قد ايه؟ البلاد كولكشن باكس ار ديزاينيتد تو هولد القربة بتاعت الدم
بتاخد من 450 بلس او ماينس 45 مللتر، يعني داخله في 500. ليه؟ انا بيبقى عندي القربه بتاعت الدم فيها ماده تمنع التجلط اسمها ستريت، وفي مواد تانية، المواد اللي تمنع تجلط الدم والمواد الحافظه كتير، بس احنا مش هنخش في التفاصيل بتاعتها. ولكن الدم اللي باخده المريض من 450 ل 45 زائد او ناقص، ممكن ازود وممكن انقص. وبلاد ميكسد نوع ايه؟ ميكسد مع 63 ملل انتيكو اجلاند، يعني القربه فيها انتيكو اجلاند. نوع الانتيكو اجلاند دي ستريت فوسفيت ديكستروز ادينين سي بي دي اي، ستريت فوسفيت ديكستروز ادينين. دي ماده، في مواد تانية؟ في مواد تانية. ليه؟ لان الماده دي بالذات بتعمل لي محافظه على خلايا الدم والبلازما والمحتويات بتاعه الدم كلها، الايام بتاعه كرات الدم الحمراء وايام الصفائح والحاجات دي كلها، دي كلها مواد، احدى مواد انتيكو اجلان اللي هي سي بي دي اي، سي بي دي اي ستريت فوسفيت ديكستروز ادينين. خلاص، يبقى انا ممكن اجيب لك سؤال الفوليوم اوف بلاد تيكن قد ايه، تقول لي ده الرقم ده. طيب ميكس ودي مع ايه؟ ادي الرقم ده 63 في انتيكو اجلاند. طب ايه نوع انتيكو اجلاند؟ هو ده، مش عايز اكتر من كده. الهازاردز مش هتكلم عليها، دي مهمة جدا الجزئية دي. ترانسفيوجن ترانسميبل ديزي ايجنت، ترانسفيوجن ترانس ايه؟ ميزابل ايجنت. ايه الحاجات اللي ممكن تتنقل عن طريق الدم؟ ماشي، يعني انسان دلوقتي جاي هنقله دم، انسان عندي جاي مريض، هو عيني مريض غلبان، هنقله دم. لو ما كانش الدم اللي عندي ده، القربه اللي هنقلها له، الكميه الدم اللي هنقلها له دي، انا عامل كل الاحتياطات بتاعتي، هيجي له مرض بعد ما نقله الدم. ايه الحاجات؟ ممكن يكون فيروس، زي الايه؟ الاتش اي فيروس، هيومن، ماشي، هيباتيتس اي فيروس. بس احنا مش هنركز على هيباتيتس اي، الهيباتيتس اي فيروس الغيها خالص هنا، لان اكتر حاجه بيتنقل عليها اللي بات تروبيك فيروس، اكتر حاجه الايه؟ البي والسي اهم. سيبك من الايه، يبقى الفيروسات اللي ممكن تتنقل عن طريق الدم بنسميها بات تروبيك، فيروسات الكبديه، اهم حاجه الهيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي فيروس. ماشي، تركز على دول. ممكن يتنقل له حاجه اسمها ريترو فيروس. مين ريترو فيروس؟ الاتش اي في 1 و 2 فيروس الايدز، بس مش عايز اكتر من كده. يبقى الترانسميبل ايجنت اللي بتاعت بي فيروس والسي فيروس والايدز فيروس. ماشي، طيب دي الاغراض اللي ممكن تتنقل له بايولوجيكال ديزيز. القرمه بتاعت الدم بتاعت المتبرع انا بعمل لها اختبارات لايه؟ هاخدها عندي في المعمل، هعمل لها اختبار للفيروسات الكبديه البي والسي والايدز، ماشي، الثلاثه دول. بمين؟ بالاليزا، بطريقه الاليزا تكنيك. احيانا نعمل الحاجه ايه؟ بالبي سي ار. نعمل ايه؟ بي سي ار. النات، حاجة اسمها نات، يعني ايه؟ نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست. دي الاختبارات اللي بعملها للقرب. يبقى في السيرولوجيكال تيست تقول لي ان انا بعمل اكوردنج تو الناشونال ريجوليشن البلاد شود بي تيستد، حسب الـ 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 المعايير العالمية، المعيار العالمي، المعايير العالمية، انا بعمل اختبارات للبي فيروس والسي فيروس والايدز والسيفلس اللي هو الزهري، بطريقه اسمها ايه؟ طريقه الاليزا.
او كوميو اليمينيسنس. اعرفها بس طريقه الاليسا كويس قوي. واحيانا بعملها ايه النات اللي هي نيوكليك اسيد ايه امبليفيكيشن تيست، بس مش عايز اكتر من كده. دي مين دي؟ القربه بتاعت الدم اللي انا خدتها من ايه، من متبرع اسمه ايه المتبرع دونيشن. طيب البلاد كومبوننت، مكونات الدم اللي انا هاخدها، البلاد كومبوننت يعني الدم ده مكوناته عباره عن ايه اهو، اللي انا ممكن انقلها للمريض. تعرف لي اسماء باك دريد سيلز، خلايا دم حمراء مركزه، عناوين، بليتلت صفائح دمويه كونسنتريت، عناوين بس. فريش فروزن بلازما، بلازما طازه، كرايو بريسيبيتيت، بس مش عايز اكتر من كده. ادي الكومبوننت بتاعتي. وبعد كده بعمل بلاد جروب. القربه اللي خدتها دي بعمل بلاد جروب ليه؟ علشان اعرف فصيله القربه ايه، علشان لما يجي لي مريض يبقى انقل له القربه الدم المناسب. في عنوان اسمه بلاد جروب فصائل الدم، ده العنوان اللي عايزك برضو تعرفه، فصائل الدم البلاد جروبس اللي بنسميها ايه، اي بي او سيستم. اي بي اي بي او سيستم، ايه البلاد جروب اللي في جسمك؟ انا عندي بص فصيله A وفصيله B واي بي او، يبقى كام فصيله؟ اربعه. الارش بتاعتهم لو عرفتش بوزيتيف يبقى عندي اربعه بوزيتيف، طب ولو نيجاتيف يبقى عندي ايه؟ اربعه نيجاتيف. يبقى كام فصيله دم عندي بالار اتش بتاعتها؟ 8، 4 بوزيتيف و4 نيجاتيف. ماشي، يبقى بلاد جروبس بشوف الاي بي او والار اتش. الجينز والحاجات دي مش هتكلم فيها. الاي بي او انتجين عندي اي وبي وO واي بي، كل ده انا هاخد ايه؟ هاخد عناوين مش اكتر، زي ما عندي اي بي او انتيجين عندي ايه؟ اي بي او انتيبوديز. ماشي، والار اتش بتاعتي انتيجين. اهم حاجه في الار اتش انتيجين تعرف لي الانتيجين دي، زي دي انتيجين از ذا موست امبورتنت، تعرف لي ده بس. كل ده بقى خلاص مش هقرب ناحيته. البلاد جروب تايبنج مش هقرب ناحيتها. ازاي بعمل فصائل الدم؟ ازاي بعمل فصائل الدم والار اتش والكلام ده كله، يعني ده الجدول ده. في حاجه اسمها فورورد جروبنج وفي حاجه اسمها ريفرس جروبنج، انا مش هشرح دوت اساسا. ليه بقى؟ لان طبعا ايه ما بقاش عندنا وقت للموضوع دوت، ومش عايز اتقل عليكم اكتر من كده. فانا لو جبت لك اسئله في الامتحانات هجيب لك العناوين اللي انا شرحتها البسيطة دي. في حاجة اسمها كروس ماتش تيست، كروس ماتش تيست دوت اختبار الايه القابليه، يعني الدم التوافق، اختبار التوافق. الدم ده ينفع اللي انا اخدته من المتبرع انقله للمريض ولا ما ينفعش؟ اسمه كروس ماتش.
شابتر 6 الاي بي سي اوف اوتوميتد سي بي سي. انا مش هشرح الاوتوميشن، الاوتوميشن انت خدتها، انتوا خدتوها في الانسترومنت اند ديفايسز في الترم الاول، الاجهزه والمعدات. هنقف كده خلاص، كده احنا نخلص كده، احنا نهينا تقنيات تحليل الدم. مش هنذاكر اكتر من اللي انا قلته، مش هنذاكر اكتر من النقاط اللي انا قلتها. بالتوفيق ان شاء الله في تقنيات تحليل الدم. ذاكروا المحاضرات، النقاط اللي انا ركزت عليها ركزوا عليها. فاضل حاجه واحده بس ان شاء الله اعملها لكم في تقنيات تحليل الدم، ان انا اعمل لكم اسئله هنزلها لكم في الايه، في الـ ممكن ننزلها لكم ان شاء الله في نهايه ايه، في نهايه الايه المحاضره القادمه ان شاء الله. وممكن ان احنا نكتفي لحد شابتر 6، شابتر 6. يبقى احنا شابتر 6 ما شرحناش في حاجه، شرحنا في الشباب لحد فوق ايه، شابتر 5. الاسئله ممكن اجيب لك نماذج اسئله واجهزها لك، وتبقى ديت ايه تترفق بايه، بتقنيات تحليل الدم، هتبقى محاضره لوحدها ان شاء الله، اجهزها لكم بسرعه وايه واعملها لكم على طول ان شاء الله. هكتفي بهذا القدر. وفي تقنيات تحليل الدم ذاكروا، ذاكروا اللي انا شرحته كله في تقنيات تحليل الدم. بالتوفيق ان شاء الله.